الدائرة الانتخابية الثانية هي أقل الدوائر من حيث عدد الناخبين، إذ أثرت كشوف القيود الانتخابية تسجيل 95302 من الناخبين والناخبات موزعين على 91 لجنة كالتالي: عبدالله السالم وتضم 7589 ناخباً وناخبة، الشامية، القبلة وشويخ، منطقة الشويخ الصحية، الشويخ الصناعية، ويبلغ عدد الناخبين في هذه المناطق 8098 ناخباً وناخبة. أما منطقة القاتية فتضم 9179 ناخباً وناخبة. وفي منطقة المنصورية يبلغ عدد الناخبين فيها 3283 ناخباً وناخبة. وفي الفيحاء يبلغ عدد الناخبين بها 8372 ناخباً وناخبة. أما منطقة النزهة تضم 5506 ناخباً وناخبة. وفي الصليبخات، غرناطة والنهضة يبلغ عدد الناخبين 15609 ناخباً وناخبة. أما الدوحة، القيروان تضم 17241 ناخباً وناخبة. وأخيراً جابر الأحمد، شمال غرب الصليبخات، يبلغ عدد الناخبين فيها 20425 ناخباً وناخبة.